نفت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة صحة ما يتداول حول تسجيل وافد مصري ابنه بالهيئة واستخراج ورقة رسمية بتوقيع الأطباء وصرف مبلغ 10,000 دينار ومعونة شهرية. وأكدت الهيئة في بيان لها أن الخبر غير صحيح نهائيا وعار من الصحة جملة وتفصيلا. وأهابت الهيئة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم بثه أو نشره وضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.